يبدو أن بداية الربيع كانت ساخنة على المغرب. حشد من أهل مدينة جرادة الواقعة شمال شرق البلاد خرجوا بأصوات عالية، لا للتهميش، نعم للبديل الاقتصادي. فالمنطقة معروفة بمنجم الفحم الذي أغلقته السلطات المغربية سنة 1998. القرار أفرز عن تسريح 9000 عامل ليعلن عن بداية عهد البطالة ومشاكل اجتماعية، ما قد يزعزع استقرار نظام المخزن، خاصة مع ما عرفته الحسيمة ومنطقة الريف بشكل عام منذ أكثر من سنة من اضطرابات واحتجاجات. الحالة المزرية التي وصل إليها هؤلاء السكان والمعاناة الاجتماعية مما دفعهم ربما إلى الاحتجاج وبشكل عنيف للمطالبة ببعض الإصلاحات وربما حتى لإعادة الاعتبار لكل المنطقة. ولكن حاليا الحكومة المغربية أو المخزن لا تستطيع أن تواجه كل هذه المطالب بالنظر إلى الظرف الاقتصادي العصيب الذي تمر به. الحراك الشعبي بجرادة قابلته قبضة من حديد للأمن المغربي، ما أفرز عن أكثر من 60 جريحاً واعتقال 8 من المحتجين. هذا ما استنكرته جهات حقوقية على لسان هبام الرايف المديرة الإقليمية لمنظمة العفو الدولية، التي أكدت أن أمن المتظاهرين هو من أولويات قوات الأمن المغربية مع ضرورة ضمان حرية التعبير بطريقة سلمية. مغامرة شباب المنطقة بحياتهم بالعمل في المنجم المغلق تمخض عنه وفاة أخوين نهاية 2017، ما أشعل فتيل الحراك، الأمر الذي اعتبره البعض تكرارا لسيناريو الشاب محسن فكري في الحسيمة أكتوبر 2016. فهل سيجد المغرب نورا في نهاية النفق؟ فيه تواصل بين ما حدث في الحسيمة وغيرها، ويدل ربما يشكل خطر على استقرار المغرب. وربما المخزن اليوم أصبح يشعر بهذا الخطر، وأن ربيع عربي بين قوسين قد يعود من بوابة المغرب. خطط حكومة سعد الدين العثماني لم تكفي لإخماد شرارات الاحتجاجات في مناطق متفرقة من المغرب، تهدأ في جهة لتندلع في جهة أخرى، فأي غد ينتظر المغرب والرماد يحجب نظر من في البلاط عن وهج الفحم؟